أهلا بكم، نعود لحضراتكم متابعة برنامج الله يصبحكم بالخير. كما وعدناكم سنتحدث عن الأوركسترا، وراح تكون معنا حنين رجوب ومصطفى سعد من معهد إدوارد سعيد الذي يستعد لإقامة مجموعة من العروض الموسيقية التي تقدمها أوركسترا فلسطين للشباب التابعة للمعهد في عدد من محافظات الضفة خلال الأيام القادمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن هذه العروض معنا في الاستوديو حنين رجوب من أريحة، صباح الخير. صباح الخير. ومصطفى سعد من المغار، من طبرية تقريبا شمال فلسطين، ما يقارب. يعني هاي المنطقة. يسعد صباحك. هلا. ليش مبسوط سعيد؟ مش عارف. طيب، هو انت كنت مفروض تكون معنا الساعة 9 موجود، تأخرت. أيوه. تحكي لي ايش اللي صار معك؟ اللي صار معي اللي صار انه بتعرف تدريبات اوركسترا اشياء جديه لسه احنا صغار، فشوي مع المسؤوليه مش ماشيين كيف لازم، مش نايمين على الوقت، فتاخرنا بالنوم. فصحيت انا بتعرف 8 اللي تولد، رحت اتحممت، صحيت مي بارده كمان، رحت رجعت على الغرفه، لبست شو اسمه وقلت بلتقح شوي، وحكيت لحد يصحين على 8 اللي تولد. فاول ما اجى صحاني على 8 وطلت، قمت بتفرج، ايه فيش تاكسي فيش اشي، رجعت نمت. فعلى اساس انه 5 دقائق 6 دقائق انام هيك بس ارتاح شوي، فقت 9 إلى 5. فبطلع 9 المقابله وين؟ فطلعت اركض، وين حنين؟ وين التاكسي؟ وين؟ فالاشي من التعب. طيب، بالاخر يعطيكم العافيه. حنين بدي تحكي لي عن تدريبات، كيف بتتم التدريبات؟ أول إشي بتنقسم لقسمين، فيك تحكي ثلاثة. أول قسم كل سكشن أو كل مجموعة من الآلات المتشابهة بتعزف مع بعضها، البراس لحال، البركشنز لحال، الكمانجات مع بعض، الفيولات، التشيلو، الدبل بيس مع بعض. بعدين كل سكشن بتدرب مع بعض، بعدها يعني بعد الغداء كلنا بنجتمع بنعمل توتي، أو توتي كلمة إيطالية معناها عزف جماعي، وبنعمل اوركسترا كبيره مع قياده المايسترو، ونعزف كلنا مع بعض الاشياء اللي تدربنا عليها في التدريب السكشنالز. بعد هيك اذا حدا احتاج مثلا تدريب فردي لحاله مع استاذه فيه يتدرب. طب الاستعدادات بالنسبه لمصطفى كيف بتكون، ووين مكان التدريب انطلاقا انه انتوا راح تكونوا في اكثر من مكان في الضفه الغربيه؟ طبعا احنا هاي عندك الفلاير تاع الكونسرتات. احنا راح نكون بقصر المؤتمرات في بيت لحم 27 الشهر، بقصر رام الله الثقافي ب 28 يعني بعده بيوم، و 29 بجامعة النجاح الوطنية بنابلس. وراح يكون كان عندنا عرض بعمان ب 31 31 الشهر بعمان بمهرجان القلعة، افكر مهرجان الاردن في القلعة. يعني الاوركسترا الفلسطينية الشابة دائما في عندك مخيم اللي هو عبارة عن 14 يوم شغل يومي، عندك أبو 6 ساعات ل 8 ساعات مرات موسيقية تدريب وهيك. بالآخر تعرف منكون إحنا لمي يعني من كل المحلات، عرب وأجانب، ومنحاول نستفيد من بعض، نتعلم من بعض كتير. وبالآخر الكونسرتات هي عمليا نتيجة التدريبات اللي قمنا فيها أسبوعين، يعني إحنا أسبوعين نتدرب، فبدنا إشي اللي نتدرب عشانه كيف لازم، واللي يعني نورجي انه احنا اتدربنا، وبدنا يعني بدنا نعطي الناس اشي. بدنا كمان الاوركسترا هاي زي ما بقول استاذ سهيل خوري، عنده جملته اللي كتير بحبها انا، لمن احنا قدرنا نعمل اوركسترا اليوم اوركسترا غدا دولة. فوجود اوركسترا هو عمليا تطور ثقافي كبير. طيب انا راح انطلق يعني بسؤال من هاي النقطه اللي حنين، يعني احنا كثير بنقول اوركسترا والمعاهد الموسيقى اللي موجوده سواء في فلسطين او حتى في الوطن العربي او في العالم، ولكن كثير منا ما بعرف ايش هي الاوركسترا. لو تحكي لنا بالمختصر، وبعد هيك راح نطلب منكم انكم تعزفوا حتى نهايه يعني الساعه 10. أوركسترا اصطلاحاً كانت تعني هي المسافة بين المسرح والجمهور. هلأ الأوركسترا هي عبارة عن مجموعة من العازفين بيقعدوا على شكل دائرة على المسرح، مش دائرة، نص دائرة عفواً، بيقودها قائد. بتتكون الأوركسترا من عدة أقسام أو سكشنالز، بتبلش من الكمانجة الأولى، الكمانجة الثانية، الفيولاز والتشيلوز والكونترباس والبراس
والبيركاشنز اللي هم الإيقاعات وآلات النفخ طبعا اللي بتشملها البراس والنفخ النحاسية والخشبية. وبقوموا على عزف. هي آلة النفخ هاي اسمها الجوكا، بتكون جوكا أو هيك شيء؟ لا الجوكا هم اللي بغنوا. آها. آلات النفخ عندك الخشبيين والنحاسيين، وعندك كمان البركشن اللي هم الإيقاع، اللي عندك يعني عدة أشياء بتعرف، هذا الترانج المثلث اللي بيعملوا له التيمباني الغربي، عندك التيمباني، عندك المريمبا، كل شيء. طيب خلينا نطلع معزوفة مع بعض تنين، وبعد هيك كل سوا كل واحد يعني لحال. الله رح نعزف بالمناسبة تعرف ألف ليلة وليلة. هاي لها قصة ألف ليلة وليلة. طبعا هاي كمانجا وهاي فيولا. فيولا كمانجا فيولا. أنا ما كنت أعرف طبعا منكم، عرفت قبل ما نطلع الهواء. اختلاف بسيط يعني، بس بالدوزان والشكل شوي والصوت نفسه. طيب يعني فهمنا قصة نسمعك ألف ليلة وليلة. يلا. طيب حنين نبلش معك بمقطوعة تانية اللي وحدك، وبعد هيك طبعا في نصف دقيقة نصف دقيقة عشان ننتقل لموجز الأنباء في تمام العاشرة. تفضلي حنين. مقطوعة غربية الصراحة، هذه المقطوعة أعطاني إياها مبارح، رحت لأخوه لمصطفى عمر سعد بحكي له بكرة عندي مقابلة في تلفزيون فلسطينية ومش محضرة حالي، وأنا مبلش فيولا جديد وما عندي مقطوعات، بدي مساعدتك، فإنه أعطاني هذه المقطوعة فأنا بحب أشكره إنه ساعدني فيها. شكرا حنين. مصطفى، انا راح اختار انه اقسم شويه شرقي بما انه كل مقطوعات الغربي طوال Thank you.
شكرا. ايش كانت هاي؟ هي على شيء هيك تقسيمه هيك شيء من ايش بيجيك على مزاجك. التقاسيم الشرقيه طبعا هي عباره عن تعبير مزاجي بالعزف. طيب حنين، بنصف دقيقه انتم شاركتوا ب اعتقد باحتفالات البي بي سي بلندن، وكان في هناك معزوفه جوكا اوتار فلسطينيه واليهود زعلوا منكم صح؟ الصراحه هو شو صار بالضبط؟ واحنا بنعزف قبل السولو تاع مصطفى، بس باختصار بنصف دقيقه ما فيش معي وقت. الدايركتر تاعنا، الدايركتر الاوركسترا او السولوست نايجل كينيدي العازف، حكى جمله بسيطه، انه حكى انه حلو يكون في عدل وفي مساواه، وفي لو يلتغى نظام الفصل العنصري الابارتايد، استخدم مصطلح الابارتايد. هذا المصطلح اثار غضب الاسرائيليين، فكانه صار زي كيف ضغط على البي بي سي يطلبوا منهم انهم يلحقوا لنايجل، يطلبوا منه انه يعتذر عن هاي الكلمه، وانه ما في فصل عنصري وما في منه هذا الحكي، واثار غضبهم. فانه احنا هلا عم نشتغل على نعمل سايننج لبيتيشن انه ما يصير هذا الحكي، وانه احنا ندعمه لنايجل. كمان هم كثير انه عم بيطالبوا انه هو ما يرجع يعزف بالبرومز كمان مره، فانه احنا عم نشتغل انه ضد اللي حكوه، ونورجي العالم انه مش راح تزبط معهم لانه طيب راح يعزف بالبرومز كمان. شكرا مصطفى. بس بدي احكي شيء مهم، انه العلم الفلسطيني واحنا بالبرومز ارتفع بقاعة البرومز، قاعة كانت مليانة زي 6000 مشاهد، وأكيد ملايين عبر الراديو، وكان موجود بالقاعة، وكان موجود العالم الفلسطيني، فإنه هذا حدث مهم. طيب كتير شكرا حنين رجوب. مصطفى سعد من جديد الآن مباشرة إلى سلام الديك في استوديو الأخبار. السلام، صباح الخير. صباح الخير لك رائد، ولضيفتك ولضيفك. مشاهدين الكرام، إلى حضراتكم موجزا بأهم الأنباء.